تحتاج على البصل والطماطم. من طماطم الله كريم نمشي طوال الجزيرة، لأنه برضو واحدة من المقولات الكثيرة في السوق طماطم الجزيرة وحبة كبيرة. صحيح. يعني ولاية الجزيرة ولاية الزراعة الأولى في السودان، يعني هي الولاية الخضراء معروفة طبعا بالتأكيد. كثير من مشاريع التنمية تنتظم في هذه الولاية. صحيح. وبكون الشيء دي جميل لما نكون من أهلها نفسهم يعني. صحيح. والجزيرة الخضراء يعني ملقبة بالخضراء يمكن لأنه الاهتمام بالزراعة من أولويات هذه المنطقة، ولا بد من تنمية الأشياء الأخرى عشان تدفع بالزراعة، لأنه معروف إنه الزراعة في المرحلة المقبلة هي أساس وعصب الاقتصاد السوداني، خصوصا مع التغيير في كثير من ولايات السودان عملت على إعادة تأهيل المدن الموجودة فيه سواء كان في الجزيرة أو في المناطق المختلفة في السودان. نعم، في ولاية الجزيرة تحديدا نذهب إلى محلية شرق الجزيرة. نسعد أن نكون معنا السيد رئيس لجنة تنمية قرى شمال تنبول أستاذنا عبد الغفار خلف الله عبد الباقي. اهلا ومرحبا بك، صباح الخير. مرحبا بكم وحبابكم عشرة، وسعيد جدا ان اكون ضيفا على فضائيتكم العملاقة قناة الشروق. حبابك، اهلا بك. طبعا هو برضو شخصية اعلامية عندها عطاء متميز في الاعلام، ولكن احنا اليوم حناخذ جانب التنمية في تنبول. وخلينا نبدا بالامل والخلاص، يعني اختيار هذا الاسم تحديدا جميل في الحقيقة. مشروع طريق الأمل والخلاص كان نتيجة لمعاناة عاشتها المنطقة طوال فصل الخريف الفائت، إذ انعزلت وانقطعت تماما عن محيطها وعن كل ما يقود إلى المشافي وأماكن تلقي العلاج، وذهبت كثير من الأرواح والأجنة والأمهات نتيجة سوء الإسعاف درجة أعجزت حتى التراكترات أن تعبر، وغمرتها المياه وتعطلت لشهور. وأنا على المستوى الشخصي بحكم أني مستغير في الخرطوم عانيت ومعانيت وحبست في المنطقة هناك لما يقارب الشهر، لأني لم أستطع أن أعود إلى الخرطوم حتى كانت استضافتي من خلال أجهزة التلفزة تتم عبر الهاتف في ظروف شديدة من التعب والمعاناة. ولهذا اختمرت في رأسي هذه الفكرة أنه لا بد من إيجاد مخرج وسبيل لإنغاز هذه المنطقة وربطها بأماكن العلاج والشفاء، وبظلت الخرطوم مدني من جهة الشرق. والحمد لله ربنا وفقنا بكثير من الجهود من حكومة الاتحادية الآن ومن حكومة ولاية الجزيرة سابقا، أننا سنبدأ قريبا في إنفاذ الطريق والذي أخترنا له طريق الأمل والخلاص، أملا أن يكون أملا وخلاصا حقيقيا، وأن تتوافر له كل المعينات والمساعدات. وبحمد الله لقد توفر له نفر كريم من أبناء المنطقة بأحجامهم وأوزانهم المختلفة، وهم قادرون على إنفاذ هذا الأمر بكل ما يملك. وبحمد الله وجدنا دعما مقدرا من نائب رئيس مجلس السيادة، ودعما مقدرا من السيد وزير الدفاع دعما لهذا المشروع، وإذ يقوم عليه مجموعة خيرة منهم رجل الأعمال عادل يوسف العمدة ورجل الأعمال يوسف الصديق واللواء محمد بابكر الطيب واللواء إبراهيم قريشاوي والباش مهندس الطاهر هجام والباش مهندس حسن النور ضيف الله وأمير الباهي وأنور أحمد فارس، من خيرة رجالات وأبناء المنطقة الحادبين على مصلحتها وعلى تطويرها وعلى تنميتها. لما تحدث عن مثل هذه الطرق بيبقى الحديث عن إيصال الخدمات والتنمية، لكن أيضا على العائد الاقتصادي. نتحدث عن أنه شو ممكن يغير هذا الطريق على مستوى يعني المعيشة بالنسبة للمواطنين؟ يعني هل في منتجات ستخرج يعني خارج شمال تنبول لتأتي إلى المركز ربما أو إلى عاصمة الولاية، ولا في منتجات برضو دخولها قد يسهم شوية في انخفاض الأسعار؟ يعني أولا أهم ناتج عن قيام هذا الطريق هو إنقاذ الأنفس البشرية في المقام الأول، ومن أحيا نفسا كأنما أحيا الناس. جميعا هذا في المقام الأول، ولأنه نحن فقدنا ما لا يقل عن 22 نفسا بسبب هذا الانقطاع، وهذا كان دافع الأول. ومن ثم تعطل التيار الكهربائي وصعب الوصول إلى مكان العطب لإصلاحه لمدة قاربة الشهر. مسار هذا الطريق
يسير بجانب الخط الناقل للكهرباء للمنطقة، وبهذا تسهل عملية الصيانة وإعادة التشغيل لهذا الخط. بجانب على طول هذا الطريق هنالك مزارع تم التصديق لها وستنفذ قريبا تنتج الخضر والفواكه والأعلاف، بالإضافة إلى وجود التفتيش العاشر التابع لمشروع الجزيرة الحرقة ونور الدين، تفتيش حداف به كثير جدا من المنتجات، وهو مشروع مروي بهذا يسهل جدا نقل منتجاته مع محاولة لتعبيد الاسكيفات والمسارات أعلى الترع المعروفة بالنسبة لكل غاطني الجزيرة، يعني يعتبر إنعاش الأسواق في المنطقة. وفوق هذا المنطقة منطقة مشهورة بالإنتاج الزراعي العالي من إنتاج الذرة والسمسم والجوار حتى، وهذه كلها يساهم ويساعد في تهذيبة وتجذيبة فيما يسمى بالكديب والنظافة والجر، أنها لن تنقطع بقيام هذا الطريق الحيوي الهام. وبالمناسبة هو يربط 186 قرية، وهي عصب الحياة ولحمة وسادات تنبول الاقتصادية، يعني تنبول الكبرى تقوم على هذه القرى من حيث التسويق، من حيث الإنتاج، من حيث أي بمعنى هذا يحدث حراكا اقتصاديا شاملا في المنطقة يضيف ويعزز من قيمة الإنتاج. طيب إحنا حقيقة بنحيي مواطن تنبول، وبنحزن جدا لما نعرف إنه يعني إنسان تلك المناطق انقطع تماما عن الأماكن ممكن يكون فيها تنمية، ممكن تكون فيها خدمات لمواطن تنبول، خصوصا إنه المناطق دي هي مناطق ممكن يكون فيها عطاء كبير جدا من خلال الزراعة والحياة الداعمة للاقتصاد السودان ولإنسان المنطقة. دارين نتعرف تحديدا على إنه كيف يعني ابتديتوا إنكم تتلافوا هذه المشاكل، والمجهود الزمني اللي أخذتوه في أنكم تعملوا هذه الحلول. والله يعني نحن نتيجة ما عايشناه وعايشته كل المنطقة، وعلى رأس أخونا الباشمهندس صديق صالح، هو فاتني ذكره آنفا، هو من ضمن المهتمين بهذا الطريق، وهو من كبار مدراء الشركات الهندسية العاملة في مجال الطرق في الخرطوم، هنا حبس لمدة 40 يوما في منطقته ولم يستطع مغادرتها. هذا هو الذي دفعنا. الفكرة كلها جاءت وليدة ما حدث من انقطاع في فصل الخريف الفائت، ولحسن الحظ تنادى إليها نفر كرام من أبناء المنطقة، وأنا سعيد أنها تجد الدعم من الداخل ومن الخارج ومن الحكومة الاتحادية في شكلها الرسمي ومن حكومة الولاية. هذه الجهود تضافرت جميعا، وبمشيئة الله سنبدأ في الأيام القادمات العمل على إنفاذ هذا الطريق. جزء من الصور، يعني جزء من الأعمال. نعم، ده جزء من الآليات، لكن تغير الغرض الآن. لو لاحظت اليافطة مكتوب فيها مجمع قرى والدبشام، كما أسلفت المسألة تحولت الآن إلى طريق الأمل والخلاص. لا. شمال تنبول، قرى شمال تنبول، يعني المادة الموجودة مادة قديمة أولد فاشون. الآليات اللي احنا شايفينها في الصورة دي هي متوفرة يعني في المنطقة ولا جاية؟ متوفرة، لكن فقط الطريق خرجت منه، الماعون بقى أكبر. الماعون بقى أكبر وخرجت منه والدبشام، لأنه اختطت مسار مغاير وتحول الأمر لمجموعة القرى من حيث الحجم الأكبر شمال تنبول. يعني أصبح الشارع بشقين، شق يخص والدبشام، وهذا طوله 3 كيلومترات. ارتأى الأحباب والإخوة الأعزاء، نسأل الله لهم التوفيق في والدبشام أن يقبلوا الطريق بما يروا أنه أنسب وأقل كلفة لهم، وخرجوا من هذه المنظومة، وبالتالي تحول الطريق من مجمع غرى والدبشام إلى طريق الأمل خلاص تنمية غرى شمال تنبول. طيب يعني لجنة تنمية قرى شمال تنبول هي لها تقريبا شهر، يعني نعم، مما تم تأسيسه وإنشاء. نعم. برضو نتعرف على يعني الآن ده مشروع أنتم هتعملوا عليه، لكن في يعني في رؤيتكم أو نظرتكم القطاعات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، ربما إلى دعم أو إلى صيانات، يعني سواء في التعليم، في الصحة، في غيره، يعني برضو شنو اللي هتعملوه في الفترة القادمة؟ نعم، المشروع تحول من مجرد طريق إلى تنمية غرى شمال تنبول لاستصحاب ومعالجة كل النواقص في المنطقة، والتي على رأس الأولويات بعد الطريق فيها تكملة إنارة قرى المنطقة التي لم
يصلها التيار حتى الآن، وقد قطعوا شوطا بعيدا في هذا المجال، والمسألة تبقى مسألة بتاعة تكملة. وبحمد الله بما بذل من جهد في هذا المسار، تم تكليفي أيضا برئاسة لجنة تشييد طريق العيدج الشيخ مكي، وهو طريق مدروس وهو قابل إلى الإنفاذ. وبالتالي نحن سنعمل على إكمال النقص في المدارس وصيانتها، وإكمال التي لم تكتمل، وإكمال المشافي من نقاط غيار ومراكز صحية ومشاكل. وهذه أيضا بذلت فيها مجهودا كثيرا مع المانحين كدونرز أجانب ومحليين وسلطات رسمية وسلطات شعبية ورجال أعمال. يعني هذا المشروع في مجمله يقود ويسعى إلى إقامة جهد كبير جدا وغالي يطور وينمي المنطقة بعيدا عن الجهوية والمناطقية، في منطقة تشمل كل الأجناس والأنماط من قبائل السودان بدون فرز. نعم، أتمنى يعني أنه تستمر هذه يعني الدعومات لهذه المناطق المتأثرة بالكوارث، ممكن تكون طبيعية، ويعني أتمنى أنه الأمل يكون مزروع في كل الولايات السودان المختلفة، خصوصا دنبول. نعم، احنا بنحيي يعني مواطن دنبول عبر هذا الصباح، وبنحيي حضورك واهتمامك بالتنمية. عبد الغفار خلف الله، رئيس لجنة تنمية غرى شمال دنبول، احنا سعدنا بك، والإعلام المعروف. شكرا لك. نحن أسعد وكثر خيركم، ونتمنى المزيد من الفرص لمعالجة هذه الأمور والوقوف بجانب. شكرا لكم في قناة الشروق، شكرا لكم أبنائي. شكرا خيرا.